مش عايز سيب بالدي يعني. انا مش سايب هو يسوق يا عم. انا شفت منظر دلوقتي اتخلعت والله يا اخي، حاجه مرعبه. حتى بنت كلب واحنا شايلين الورا ومطلعين من العربيه يا عم، دريع وبص متشمر. ربنا يستر والله، ربنا يستر علينا على الوقت اللي خدمناه. ما ماشي بالتأني، ما حلوته انه ماشي يعني طول ما هو ماشي خايف بالتأني يعني. هو بالظبط كده يعني حدود بتاع الساعة 8 9 كنا عندنا. هو انا لا ما انا بقى يعني بس بعول على نفسي، بعول على نفسي لا بغرق اساسا. ماشي مكسور عشان في الدفع ده.